بصيغ مختلفة تتواصل عملية توزيع السكنات عبر 43 ولاية في كامل ربوع الوطن تزامناً والاحتفالات المخلدة للذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب. سكنات توزعت بين العمومي الإيجاري بأزيد من 31,000 وحدة سكنية واجتماعي تساهمي ب 5,429 وحدة سكنية وصيغ أخرى من بينها عدل والبناء الريفي. العملية توزيع السكنات هذا نشاط من بين النشاطات المدرجة في برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال وعيد الشباب. قمنا ربما بتوزيع ما يفوق 400 مسكن زائد القطاع الأراضي، زيادة على هذا إضافة إلى هذا مساعدة أو إعانة مالية 100 مليون سنتيم. قامت ولاية وهران على غرار الولايات على المستوى الوطني بتوزيع حصة سكنية أكثر من 620 وحدة سكنية يستفيد منها مواطنين مستفيدين من مختلف السياق. المستفيدون من السكنات عاشوا لحظات من الفرح انتظروها طويلا. كنت عايشين أنا ووليدي عايشين قد ما قدرنا هذاك من كان في الضيق، والحمد لله دوك عطاونا والحمد لله كثر خير ربي. الفرحة يعني ما نجمش توقعها كيفاش، هذه 4 سنين قريب وحنا نقراو حي الحضاري حي الصديقية وحنا نستناو وين تندو هذه الفرحة وين شغل استقلينا احنا تاني اليوم دينا الاستقلال. 35 عام تاع الزواج وانا نقرا و 4 سنين ملي عطاونا البريفيكتاسيون رانا لهذاك تيماني رانا نقرا. هذه الفرحة ما نقول أخويا أكشف الدمعة راح تهود وحدها. عملية توزيع السكنات ستتواصل طيلة شهر جويليا ولن تتوقف، وإنما ستستكمل في المواسم والمناسبات القادمة لتحقيق حلم من انتظروا طويلا للظفر بسكن يقيهم حر الصيف وقر الشتاء.